صباح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار المحليه الرياضيه المحليه والعالميه. ونبدا مع البرتغالية فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني اللي وجه رساله تحفيز للاعيبه الفراعنه وده استعدادا لاستكمال مشوار التصفيات الافريقيه المؤهله للكان. وكتب فيتوريا على حسابه على الانستغرام وقال بالامس كان يوم الاعلان عن قائمه المنتخب للتحديات القادمه بالرغم من انزعاجي الشديد كما وضحت خلال المؤتمر للجميع بخصوص موعد مباراتنا القادمه وقله الاحترام للاعبين ودوله بحجم مصر. انا كل ثقه في الجميع والان علينا التركيز على الأساسيين وأن نكون في كأس الأمم الأفريقية كلنا معا. فريق طلائع الجيش فاز على الإسماعيلي بنتيجة 1-0 في الجولة رقم 31 من عمر الدوري المصري الممتاز. بالنتيجة دي رفع طلائع الجيش رصيد 32 نقطة في المركز الـ 14 والإسماعيلي في المركز الـ 13 برصيد 33 نقطة. وفريق أسوان اتعادل مع المقاولين العرب 1-1 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري الممتاز. بالنتيجة دي أشعل فريق أسوان صراع البقاء في الدوري الممتاز بعد وصوله للنقطة 32 في المركز الـ 15 وده بالتساوي مع غزل المحلة وطلائع الجيش وبفارق نقطة عن الإسماعيلي وسيراميكا. والمقاولين العرب حافظ على المركز الخامس برصيد 43 نقطة. وقع اختيار مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على 24 لاعب الموجودين في المغرب حاليا لخوض مباراة الوداد المغربي يوم الحد اللي جاي في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وشهدت قائمة الأهلي عودة محمد الشناوي ده بعد تعافيه من الإصابة ومعاه محمد الضاوي كريستو. السباح العالمي محمد أبو جودة حصل على الميدالية الذهبية في سباق 1500 متر خلال منافسات الأولمبياد الخاصة اللي بيقام حاليا في فرنسا. سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة وصلت صدارة التصنيف العالمي للعبة وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولي للمصارعة امبارح. واحتلت سمر حمزة المركز الأول في وزن 76 كيلو في منافسات النسائية متقدمة على لاعبات تركيا والإكوادور والصين على الترتيب. نادي الرجاء المغربي أعلن امبارح تعيين المدرب الألماني جوزيف زينباور مديرا فنيا للفريق خلفا للتونسي موندر الكبير اللي تمت إقالته من منصبه على خلفية تراجع النتائج خلال الموسم. نادي ليفربول الإنجليزي أعلن التعاقد مع الأرجنتيني ماك أليستر لاعب خط الوسط الخاص ببرايتون الإنجليزي كأولى صفقاته الصيفية لمدة 5 سنوات حتى يونيو 2028 وده استعدادا أو بدايتهم الموسم 2024. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية.